اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم كانت روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل اخواتي. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه، اعملوا فولو على الانستغرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه التانيه، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اخواتي وتحليل احداث الاعلان التاني للحلقه التانيه من الموسم التاني، فكملوا الفيديو للاخر. الاعلان حسيته غريب شويه، يعني مشاهده شبه مشاهد الاعلان الاول، مضافوش جديد لي. بيبدأ الإعلان وقدير بيقول الإنسان في هذه الدنيا يفعل كل شيء من أجل إخواته، ويقصد إنه ممكن يضحي بنفسه عشان إخواته. بنشوف إن قدير بيقول لدروك لو زعلت آسيا مرة تانية أنا هدمرك، يعني واضح إن آسيا حكت لقدير إن دروك مزعلها لكن محكتلوش أساسا المشكلة إيه. آسيا غريبة قوي، شوية بتضحك وشوية بتبكي، بتضحك مع دروك، يعني هل كده ممكن يكونوا رجعوا لبعض؟ ولما بكت كانت بتشوف حاجة في الموبايل، فهل ده شافت حاجة على دروك؟ متوقعش انها تشوف حادثة والدها ووالدتها، ممكن يكون حد بعت شيء عن دروك ليها وهي شافتها وقعدت تبكي. فمحدش فاهم علاقة اسيا ودروك، هل هيكملوا مع بعض ولا هل هينفصلوا؟ بنشوف ان زولجا موجود في عربية وحد بيضربه او بيتعنف عليه، تقريبا ده قدير، لان بعد كده بنشوف دروك بيضرب تولجا، فواضح ان تولجا هيعمل شيء لاسيا، بسببها اسيا هتتضايق وهتزعل، فقدير ودروك هيدافعوا عنها. واضح ان ده السبب في ان هي تكون بتبكي وقت ما هي ماسكه الموبايل. والده هاريكا هتحاول انها تخرجها من المدرسه لان خلاص ما بقاش معاهم اموال يسددوا مصاريف المدرسه، وهتقولها من فضلك ما تخرجنيش من المدرسه لان برستيجها وكبريائها هيكون على الارض لو خرجت من المدرسه. وساعتها هتلاقي حل الامثل ليها ان هي تتعاون مع تولجا. انا مش عارفه ازاي تتعاون مع واحد زي تولجا، لكن واضح ان دول هيكونوا ثنائي الشر في المسلسل وهيحبوا بعض بعد كده، وهيعملوا كل شيء عشان الاخوات يحصل لهم كل المشاكل. قدير وشنجل مبسوطين جدا، وانا فرحانه على فرحتهم ان هم اخيرا هيصبحوا مدراء اعمالهم وهيكون عندهم تقريبا مطعم، وقدير وشنجل هيساعدوا بعض في المطعم. نبهات بتبكي وبكائها صعب الصراحه، فانا مقدرتش اوضح هل هي حاسه بتانيب الضمير ناحيه الاخوات، هل خايفه على زوجها عاكف من تولجا، او خايفه على دروك ان هو يعمل حاجه في نفسه بسبب اللي والده بيعمله، لان واضح كده ان عاكف هيهددها. عشان كده هي بتقول مش هقول، فممكن يكون وهي عرفت حقيقة اكبر عن عاكف فهيهددها بشيء معين، فهي هتقوله ان انا مش هقول. وبنشوف في نهاية الاعلان جميلة اللي كل الناس متوقعة ان هي هتكون شريرة في المسلسل. انا خايفة منها لكن مش حاساها هتكون شريرة في المسلسل، وهيكون قدير بيتكلم معاها ويقول لها الانسان يفعل كل شيء من اجل اخواته، فهي هتقوله يعني الانسان يفعل كل شيء من اجل اخواته اليس كذلك؟ وشايفين في عينيها في دموع، يعني اللي هي بتعمله ده مش مطمنها ومتضايقه انها بتعمله، لكن واضح ان اختها متورطه في شيء. وبسبب كده جميله هتمشي من دار الايتام عشان تروح تقعد مع اسيا واخواتها عشان تبعد عن اختها، ولما هتشوف الاموال هتفتكر اختها، فممكن عشان تساعد اختها بعد المشكله اللي هي اتورطت فيها هتحب انها تسرق الاموال دي، واللي هيشوفها ورهان طبعا لان هو موجود في البيت وهينادي عليها بصوت عالي. وقدير شايفينه في نهايه الاعلان هيكون جاي، فواضح كده ان هم يلحقوها قبل ما تسرق الاموال، وهي اكيد هتحكي لهم هي ليه عملت كده. فانا مش حاسه ان هي ممكن تكون شريره، لكن اللي حاساه ان هي من تعامل قدير مع اخواته ومعاها هتقع في غرامه وهتكون طرف تالت ما بين قدير وما بين ميليسا، لكن اتوقع انه مش هتاخد وقت كبير وتبعد عنهم وتكون حبيبه عمر. وبس هو ده تحليل احداث الاعلان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات ونرد عليكم. متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.